مشاهدينا اهلا بيكم مره تانية، وجاي معانا دلوقتي مع جولتنا الرياضيه محليا وعالميا. منتخب مصر الناشئين مواليد 2008 فاز على منتخب الاسكندريه بنتيجه 3-1 بمباراه لجامعتهم على استاد الاسكندريه، واحرز اهداف منتخب مصر ياسين حسام وحمزه عبد الكريم وبلال عطيه. فريق النادي الاهلي اتعادل مع انبي 1-1 في مباراه لجامعتهم على استاد المقاولين العرب في اطار مباريات الجوله 33 لبطوله الدوري المصري الممتاز، ووصل الاهلي للنقطه 85 في صداره الدوري، بينما وصل انبي للنقطه 44 في المركز التاسع. فريق بيراميدز فاز على فريق الداخلية بنتيجة 1-0 في المباراة لجامعتهم على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري المصري، وبيحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول مسابقة الدوري برصيد 79 نقطة، بينما يحتل فريق الداخلية المركز الأخير في جدول مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة. فريق زد اف سي حقق الفوز على نظيره المصري البورسعيدي بنتيجه 1-0 في مباراه لجامعتهم على استاد برج العرب ضمن الجوله 33 من عمر مسابقه الدوري المصري الممتاز، وبيحتل فريق زد اف سي المركز السابع بجدول ترتيب مسابقه الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطه، بينما توقف رصيد فريق المصري البورسعيدي عند النقطه 52 محتلا المركز الرابع. فريق طلاع الجيش فاز على فريق الزمالك بنتيجة 3-1 في مباراة لجامعتهم ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز، وبيحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 55 نقطة، وفي المقابل بيحتل طلاء المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة. ريال مدريد الإسباني توج بكأس السوبر الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه على فريق أتلانتا الإيطالي بنتيجة 2-0 في المباراة لجامعتهم على الملعب الوطني في مدينة وارسو البولندية. نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أعلن تجديد عقد صانع ألعابه البرتغالي برونو فرنانديز ليستمر مع الشياطين الحمر حتى 30 يونيو 2027.